السلام عليكم ومرحبا بكم. قبل ما نبداو كالعادة نصلوا كامل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لإرسال القصص نتوعكم خياتي وخاوتي الواتساب في صندوق الوصف. معاكم خيرة، راح نحكي لكم واحد القصة عجيبة وغريبة. على بالي كاين منكم اللي راح يستغربوها ويقولوا بالك ما كاش منها، نقولكم سمعوها برك من البداية للنهاية باش تفهموا تفاصيلها مليح مليح، ونتمنى ان شاء الله تكون عبرة لمن يعتبر. انا كنت متزوجة في وسط عائلة عادية، من الناحية المادية كانوا بخيرهم ولا باس عليهم. راجلي من نهار الاول اللي جا خطبني فيه كنت عجبته ودار لي داري وحدي، ما شاء الله من نهاري الاول كل شي فيها كامل ومكمل. نقدر نقول لكم كل اساليب الرفاهيه الحمد لله كانت كاينه. وشنو كان بروبليم وحيد وديما قلبي مكوي عليه؟ الولاد، الحاجه اللي تتمناها اي مرة بعد ما تتزوج تقعد تجري عليها. انا هكذاك صرالي، رحت لعند الطبيبه نتاع النساء مع زوجي اكيد، وقالت لي بلي ما بيك والو، برك هرمونات نتاع النساء يقدروا يتغيروا بعد الزواج، لازم عليك تصبري، ماشي 3 شهور ربعه ما تجيبوش الاولاد تجوا تجروا لعندنا. هي هدرتها كانت فيها شويه تاع عتاب، باسكو علاه انا ما كنتش نفهم في هاد الامور، وناس داري هما اللي كانوا دايرين لي لا بريسيون، ديما يجوا يسقسوني كاش ما عندك، كاش ما جبتي، مازال. هاد الحاجه اللي زادت قلقتني كتر وكتر. جازوا تقريبا 10 شهور، هنا نط في واحد الحالة السكتو برك، الردان، الدوخة، أعراض بزاف. المهم عجوزتي غير شافتني بحكم احنا ساكنين في فيلا وحدة، أنا الطابق الأول وهما في الطابق التحتاني، قالت لي هو قيل راكي النورمال. قلت لها والله ما على بالي، الدار هذيك ما رانيش حملتها بس كنت طالعة وهبطة. شفت فيا وقالت لي وقيل نقولوا مبروك. قلت لها زعما؟ قالت لي ايه يا بنتي، روحي قولي لراجلك يديك للطبيبه، ولا نقول لك الصبر العشيه هذه نخرج عند الفارماسيان نشري لك تيست نتاع الجوف ديريه وان شاء الله تصيبي غير اللي يفرحك. قلت لها ان شاء الله يا يما، ولا غير ما رانيش حابه نطمع روحي، اون بلوس مانيش حابه نقول لوليدك. قالت لي ما تقوليلوش، لا لا يعود ما كاين والو، علاش نطمعوه؟ قلت لها ان شاء الله. المهم هي جابته لي جوايه 6:30 تاع العشيه، كان تقريبا وقت المغرب، عطاته لي وقالت لي هاكي روحي ديريه وجيبي نشوفه ونقول لك الا كاين ولا ما كاش. قلت لها انت واش تعرفي؟ قالت لي ايا بركي ما تمسخري، راني جايبه 7 الله يبارك. رحت درتو. المهم انا كنت نعرف وعلى بالي بلي كيكونوا زوج باينه بلي راني حامله. الحمد لله جاتني اول فرحه، كانت بنوته، كاع العائله زهاو بها وفرحوا، خاصه انه راجلي هو اول العنقود، كان كبير العائله ومام في المصروف وفي الدراهم، ديما كان يمد لعجوزتي بزاف وهي كانت تحبو. على بالكم تلمو كاع العائله فرحوا في فتره النفاس نتاعي، خلوستي الكبيره قعدت عندي مع انه كانت متزوجه، قالت لي نقوم بيك، يشرو لي اللحم، الكبده، بزاف حوايج، حتى انه والديا نساوني كامل، قالوا لي صاي راهم عندك ناس متهلين فيك، علاش نجو حنايا؟ داروا لي اسبوع بزاف شباب، ذبحوا لي واحد الكبش لبنتي، وشرات لها عجوزتي منيكشات نتاع ذهب، وقالت لي غير تقفل 3 شهور ولا 4 روحي تقبلها ودنيها وديريهم لها، راهم رايحين يطبعوها. قلت لها ان شاء الله. واحد المره كنت ننشر في الحوايج وبنتي السكتو برك دارت حاله بالبكا، انا ما سمعتهاش، مي بصح عجوزتي كانت ديما في الفتره الصباحيه تطلع فوق السطح باش تتشمس، بس هي كان عندها ناقص فيتامين دي، والطبيبه تاعها ديما تنصحها باش تقعد شويه في الشمس، خاصه في الوقت اللي نكونوا فيه في فصل الشتاء. وهي طالعه سمعتها دايره حاله، على بالكم واش صرا في هذاك النهار بالذات؟ على بالي بلي اي وحده فيكم راح تدي العبره من وش انا فوت، باسكو انا هبطت لتحت ننشر الحوايج، في نفس الوقت قعدت نقصر مع عجوزتي حتى وين طلعت هي للسطح وسمعتها. على بالكم هذاك النهار عقلها قريب خرج، الطفله ولات لا كولور نتاعها موف، ما فهمناها بيضة ما فهمناها سمراء. المهم عجوزتي قالت لي لازم ندوها للسبيطار. قلت لها علاش يما؟ بالك ما بيها والو. المهم هي ولات نحيلها في حوايجها، شافت السره نتاعها خلاص طاحت، بس كان عندها اكثر من 7 ايام، وتانيك شافتها خارجه تبان بلوكا. قلت لها يا يما وشنو هذا؟ قالت لي ايه وقيلة من البكا راح يولي عندها البعج. انا وليت نبكي خلاص، قلت لها واش ندير واش ندير، اول فرحه ليا راح تروح ما بين يدي
الودية، رحنا ديناها لوحدة الطبيبة كانت قريبة لينا. المهم هي قالت لنا بلي بنتكم ما بيها والو، وكي كانت تبكي هكذاك باينة السرة نتاعها تخرج عادي، أي طفل كيما هاك. عاودنا رجعناها للدار، وهنا كانت الكارثة. بنتي الرضيعة ولات ما ترقد ليش كامل في الليل، ما الفا غير نرضعها ندير لها شوية تيزانة ولا هاكم تعرفوا ليه غاز وكاع تحاول ترجع ترقد. مي بصح في هذاك الوقت بنتي خرجت على عقلها، ولات ما ترقدش، البكاء الليل والنهار. دوشت لها اعطيت لها السر وهذاك تاع لي غاز لي تيزان الحاجة اللي نديرها لها والو. الطفلة زادت اكتر واكتر، ولات غير تشيان والراس نتاعها غير يكبر. هنا زدت ديتها لطبيب واحد اخر، قال لي سبحان الله البنت ما بيها والو، حتى انه التعيارات ودار لها. هنا وليت انا دخلت في حاله نفسيه ما عندي ما نحكي لكم فيها. راجلي ولا كل مره يلوم فيا ويقول لي انت هي سببها، انت هي كي قلت له كنت نغسل في الحوايج وننشرهم. قال لي واش دخلك في الشغل، انا ما على باليش به، ليسونسيال نحب بنتي سالمه غانمه. على بالكم راجلي ديما يلوم فيا، واي حاجه تصرى لبنتي كي تكون تبكي في الليل يقعد غير يلوم ويقول لي انتي سببها، انتي هي اللي وصلتيها كيما هاك. فاتوا اشهر وانا مازال على هاد الحال. حتى واحد الخطرة جوزتي قالت لي شوفي بنتي حبيت نقول لك حاجه بصح حشمت. قلت لها لا لا غير قولي، انا ندير كل شيء على جال بنتي. قالت لي ديها عند راقي ولا كاش واحد يعرف، باسكو الشيء اللي راه صاري فيها ما شكيتش تاع طبيب، باينه بلي افير تاع رقيه ونقطعوا لها. قلت لها ايه وكاش ما عندكم هنا تعرفوا كاش واحد؟ قالت لي بيان سور كاين واحد يقولوا له الشيخ مسعود، راه الله يبارك ما كاينش طفل ولا طفله تدخل عنده وما تخرجش لاباس عليها. كاين هذوك المركوبين اللي ساكنين فيهم سبع جنون وينحيهم منهم. قلت لها صاي نتكلوا على ربي. قالت لي اوكي. كي جا راجلي مع العشيه حكات له بلي كاين راقي وكاع كانوا يعرفوه في الحومه وراجلي تانيك، وانا عاندت الكلام تاع جوستي ودرت اكبر كارثه. واللي ديما نديها عند هذا الشيخ اللي زعما كان يرقي ومليح ومعروف، بصح هو زعما ما كانش يقرا عليها ايات ولا كان ديما يشلط لها بواحد العفسه تاع حديد في جسمها ومرات في راسها، لدرجه انه بنتي الرضيعه يولو عندها جروح في المنطقه اللي يكون مسها بهذيك الحديده الرقيقه. انا في البدايه ما كنتش ننتبه، بصح مع مرور الايام ولا يقول لي الطفله لازم نقطع لها 3 مرات في الاسبوع. وليت نلاحظ هذاك الشيء اللي كان يخدم به ديما يخلي آثار، ومع مرور الأيام والأشهر يخلي لها آثار أكثر من اللي كانوا في البداية. يعني هذاك الجرح واللي خطرات تحمر خطرات يسيل منه الدم. حتى جا هذاك النهار قطع لها وقال لي بلي لازم نحفف لها شوية باسكو بنتي كانت نهار زادت الشعر نتاعها الله يبارك ورطب كي الحرير. مهم نحلها في المنطقة تاع الملغيغة شوية، وحكم هذاك الموس ولا ما على باليش اللي كان به يشبه الكيتر دار لها 3 شلطات في راسها. تخيلوا يا ناس باللي هذاك الجرح اللي كان في راس بنتي اتطور، وكل خطره نحس باللي يبس ولا يدير لها الام. مسكينه بنتي غير تبكي، ما تقدر تشتكي لي ما تقدر تقول لي واش كان بها. بعد مرور هذوك الايام والاشهر اللي قعدت تنداوي فيهم عند هذاك الراقي اللي ما كان كاين حتى فايده معاه، صدقوني بنتي ديتها عند الطبيب بدون سابق انذار. سبحان الله تقول واحد قال لي ارفدي بنتك وديها عند طبيب الاطفال. ديتها هو تشوكا لقى جسمها فيه اثار بزاف، قعد يسقسي فيا وانا قلت له واحد الشيخ يقطع وغير بالقران وورق الصدر. الطبيب هذاك تشوكا عبالكم اغسلني غسيل الدواره وقال لي كيفاش سمحتي لهذا السيد يدير لبنتك كيما هاك؟ على بالكم واش قال لي؟ قال لي هاد الجروح وخاصه الجرح اللي كان في راسها تعفن، ودرك نعطيك ادويه لو كان ما راهيش رايحه تبرى ممكن يصرى الشيء الذي لا يحمد عقباه. راكي رايحه تشوفي بنتك في حاله اللذينة، باسكو المنطقه تاع الراس وبالضبط وين الملغيغه دونجي بزاف، وحنايا ماذا بينا ذراري صغار بيدينا وما نمسوهمش. تحوسي يا وين يشلط لها بموس، انت يا صح مريضه. على بالكم باللي نضمن لكم لو كان راجلي معايا في هذيك اللحظه يرمي عليا يمين الطلاق عادي جدا. الحمد لله اللي ما كانش تم حطني وتلمو كانوا غاشي كبير خلاني تما وقال لي عشيه نجي نديك. المهم كي رحت للدار ما حبيتش نقول لراجلي واش صرا، كذبت
على زوجي وقلت له باللي بنتنا عندها شوية آلام في راسها وراه عطاني أدوية وصوالح ملاح لها. عجوزتي جات لعندي وليت نحكي لها، هي ولات تضحك قالت لي ايه هذا الطبيب مهبول، ما على بالكش باللي الدراري صغار عندهم كامل بومزيوف وهذا باين باللي هو. قلت لها يا يما يا اخي هذاك بومزيوف اللي تقولوا عليه راني نحيته لها كامل في الاسبوع الاول بهذيك المشطه الرقيقه وراسها ولا صافي ما مشعرها ما كيش تشوفي فيه. قالت لي ايه يا بنتي هاو شهر شهرين يعاود يرجع، هذا البيبي الاول نتاعك مازال ما تعرفيش السيستم تاع التربيه. قلت لها ايه ان شاء الله يكون كيما هكاك، بصح الطبيب قال لي حاجه خلاف. عجوزتي قعدت تتغالب فيا بالكلام وقعدت تقول لي بلي غير سي با لا بان تزيدي تروحي لكامل الطبه يضيعوا لك غير دراهمك هذا ما كان. انا سكت وضربت النح. في نفس الوقت كي كانت تجي تقول لي يلا نروحوا عند الشيخ المسعود انا نقولها لا لا مستحيل ثم مستحيل نجي معاك. وراجلي ما حبيت نخبره بوالو بسك على بالي بلي رجع كل شي فيا وتانيك يشبعني سبان ومعاير. راجلي مقلق ونعرف عقليته كيفاش دايره. المهم جاز هذاك العام وبنتي ولات تتحسن والحمد لله. بالك بزاف فيكم راح يستغربوا يقولوا لي وشني هي العلاقه نتاع قازان تاع شربه اللي طيبتيه قبل رمضان بواش صرا في بنتك. نقول لكم كل الاحداث مترابطه مع بعضها باسكو انا جوزت فتره عصيبه بزاف بزاف مع بنتي وعلى هذا وليت ديما نخلي الشغل نتاع الدار. وكي جازوا يامات وجازوا حتى سنوات بنتي في 4 سنين توفات ربي يرحمها وسبب الوفاة قعد مجهول. كاين طبيب قال لي تعاني من آلام بزاف في راسها وعندها ورم والله أعلم إلا كان واش صرا مع هذاك الراقي هو السبة ولا لا لا. أنا من وراها حملت مباشرة وجبت توأم نتاع بنات ومن وراها جبت زوج ذكورة يعني ولاو عندي 4 وبنتي المتوفية 5. أنا حمدت ربي باسكو عوضني وصح كان العوض أجمل وأجمل لكن الحاجة اللي ماشي مليحة فواش جاز عليا انه ولات لا بريسيون كبيره كبيره. راجلي ماشي من هذوك الرجال اللي يعاون مرته ويحسن عوني، على بالكم باللي ابسط حوايج يصراو في الدار يجي يجري لعندي ويقول لي علاش الدار دايره كيما هاك، علاش راهي موسخه، علاش ما تهلايش في روحك، خاصه انه زوجي كان موفر لي كل حاجه نحبها. وليدي صغير كنت مازال ما طهرتوش وتانيك الوساتي كامل قالوا لي هذا اخر العنقود لازم علينا نديروا له حاجه بالطبع. وهما كي كانوا يحضروا يجيبوا لي غير لي كادو لله الله يعني كانوا ناس بخيرهم وبرزقهم. على كل جا هذاك النهار اللي حبينا كاع نفرحوا فيه تشاورت مع عجوزتي والوساتي اللي متزوجات وحتى العازبات وقلت لهم راني حابه نطهر ولدي اللي كان في عمره 3 سنوات. قالوا لي ايه نعاونوك وكل واحد واش كان خدم لي، واحد دار لي شويه غاطو وحتى الوساتي كانوا عطاو لي مبلغ محترم من المال وقالوا لي الحاجه اللي تستحقيها قولي لنا عليها بحكم انا مشيت لهم وجايبت لهم تانيك غير بالطبع. راجلي ماشي من النوع اللي بخيل. ولينا مع التحضيرات وكيما على بالكم نشرو صوالح وامور شابه بزاف. عرضت الغاشي كامل. عجوزتي واحد الخطره جات ليا قالت لي اسمعي حديري هنا في الدار. قلت لها وين حبيتي ندير؟ قالت لي نسقسيك ماكش حابه صاله؟ قلت لها مادابية كاين اللي ما يحبش الراحه لعمره. قالت لي شوفي كاين واحد راهو صاحب راجلك يعرفو عنده فيلا كبيره هو راهو يكريها ودايرها كي شغل صاله وعنده ايطاج تحتاني كبير ما شاء الله ويلا حبيتيها بالطوابل وكاع يزيد لك في الثمن بصح الا حبيتي ديري غير عشا برك راهو رايح يحسبها لك بون بري والدراهم الاخرين نشريهم ذهيبات ولا ديريهم حويجه. ايه الرزق كاين بصح التبذير مش الشيطان. عيطت لوحده كنت نعرفها من اقربائنا قلت لها انت طيبي لنا الشربه وطيبي لنا متوم. قالت لي اوكي خاطك شي كل حاجه خليها عليا. وصادف في هذوك اليامات باللي راهو داخل علينا شهر رمضان اللي كانت فرحه فرحتين وانا قلت لازم عليا ندير تحضيرات مسبقه بحكم كل عام ندير كيما هاك نوجد نشري بعض التفاصيل وراجلي كان حنين ومليح معايا اي حاجه نطلبها كيما قلت لكم تحضر.
لوستي الكبيره كانت جات قعدت عندي، قالت لي شوفي هضرت لك يما على الدار، قلت لها ايه هضرت لي بصح راني خايفه، قالت لي واش راكي خايفه يا الجايحه نروحو تما نديرو قعده وجيبي الطباخين هذوك اللي قلتي عليهم يطيبونا بالطبع والشان، ونزيد لك حاجه راني نديسيدي ندير عفسه، قلت لها واش كاين غير الخير، قالت لي هذه الطباخه اللي جات طيب لنا ونكملوا العقيقه نتاع وليدك، من موراها نقولوا لها طيب لنا قازان نتاع شربه، قلت لها علاش غير الخير، قالت لي نسيتي باللي بعد العقيقه بيومين يدخل علينا رمضان، قلت لها ايه هذه على بالنا بها، قالت لي مالا واش راكي تستناي على الاقل نوجدوا شربه تاع رمضان، قلت لها انتي مهبوله على بالك باللي خوك ما ياكلش الكونجلي، درتها له العام اللي فات قتلني بالضرب، قال لي كيفاش راكي توكليني شربه كونجلي، قالت لي الجايحه روحي نوري لك كيفاش، قلت لها خير ان شاء الله، قالت لي شوفي الشربه تحطيها في باطا قسمة تاكلي اليوم وغدوه وغير غدوه، من بعد تجبديها واجده وتجيدي لها غير شويه قصبر من الفوق تولي تقول طيبتيها دركا، ايه ويلا انتي تروحي تقولي لراجلك كونجلي الشربه، كيفاش حبيتيه ياكلها يا الجايحه راكي تعرفي لا بريسيون اللي تكون، وراكي على بالك النهار الاول تاع رمضان بوراك الماعن هادوك جري منا جري منا، قلت لها ايه عندك الحق، حسيت كلامها قنعني، قلت ايه هذاك هو هاد الطباخه راهي جايه تطيب لي، علاش ماشي كي تكمل تزيد طيب لنا قازان تاع شربه، هو رمضان وراه يومين بركو يدخل نديرو في البايط ونوجدو قيس 3 ايام 10 ايام كي انا كيلوستي، وهاد العفسه ما حكيت عليها لحتى واحد، المراه هذيك اللي جات تطيب قلنا لها تزيد طيب لنا قازان واحد اخر تاع شربه، هي استغربت قالت لنا هذا ويكفي، قلنا لها لا لا راح نديرو حقيقه واحد اخرى، قالت لي شكون ولا تسقسي، من بعد قلت لها وليد لوستي، من بعد هي نتقت وقالت لها ايه يا اخي وليدي نهار الاول تاع رمضان انا راح نطهره، قالت لها مبروك عليكم ما لا تعيطولي نطيب لكم توم خلي هذاك النهار وندير لكم، لوستي قعدت غير تقولها لا 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 يا اخي طيبي انت راكي خالصه، قالت لها ايه راني خالصه، المهم هي كانت مداصرتني بزاف على هذا كانت حابه تستفسر واش كاين واش ما كاش، مي بصح حنا ما بينا لها والو وهي ما عليها غير طيب الدراهم واجدين، جوزنا هذيك العقيقه جازت بزاف هايله، الناس جا وكلا وفرحنا كامل مع افراد العائله، المهم هذاك القازان تاع شربه دخلناه عجوزتي شافته تشوكات، قالت لي واشنو هذا علاش ما قلتيلاش بلي ما عندناش غاشي كبير، قلت لها يا يما هذا القازان باش نديرو بيه عفسه واحده اخرى، قالت لي خير واش كاين وعده، قلت لها ما تحاوسيش تفهمي، المهم بنتها اللي هي لوستي اخت زوجي قعدت غير تطبع فيها لا شامبر وما حبتش تفهمها مليح واش حكايه هذا القازان، دخلناه للكوزينه هي حكمت واحد الكسرونه نغليو فيها الحليب قعدت ترفد بها وتسطو كي دخل بايط خلاصونا كاع لي بواط مونجي، تخيلوا واش ولات دير ولات تجيب في القرع هذوك اللي بوشون نتاعهم عريض هكذا، قالت لي باش حبه الحميصه تدخل زادو خلاصو كامل القرع اللي لقطناهم جبدت ساشيات كونجيلاسيون ولات دير لداخل، المهم ستوكات بزاف في السلل على بالكم الدنيا غرقتها لنا بالشربه، يمها قاعده داخله وخارجه وقالت لنا واش راكم تعملوا، المهم حكت لها كلش يمها وحده ربي، قالت لها انت يا مريضه انا ما حبيتش نقول لها بلي انا تانيك راني شريكه معاها وراح ندي كلش، هي راحت لدارها وفات اللي فات، انا جبت كامل هذيك الشربه وستوكيتها داخل الفريغو نتاعي بس كان عندي واحد كبير ما شاء الله حطيتهم، النهار الاول نتاع رمضان كيما تعرفوا البيوت الجزائريه كامل يطيبوا شحال من طياب، درت شطيطه لحم وحطيت البوراك المهم التحضيرات اللي تعرفوهم، انا راجلي من عويدو ديما يدخل ويروح فوق الكويزينير ويقعد يرفد في الغطيوات يشم في الريحه، وعلى بالي اغلب الرجال عندهم هذا الطبع، راجلي قاعد يعيط لي باسمي انا رحت ورحت ليه عادي، قال لي واش وشنو هذا اللي راهي هنا في الطنجره، انا كنت محبطه قرعه نتاع شربه ومخليتها تدي كونجيلا باسكو كانت في الكونجيلاتور، المهم غزر فيها وقال لي الشربه ما كاش اليوم، قلت له لا لا كاين من بعد نجيب من عند يماك، قال لي اه ان شاء الله، راح وخلاني، اليوم الثاني نفس الشيء صراحه هكا قاعد يسقسي على الشربه، اليوم الثالث هذه هي النقطة اللي فيضت الكاس، راجلي قريب هبل وغلبو رمضان كتر وكتر، قاعد يقول لي كيفاش كل يوم الشربة ما كاش بعد تقولي لي يما وين راهي يما راني سقسيتها وقالت لي طيب قيسي،
وين راهي الشربه؟ ما تقولي ليش هذه اللي راهي في القرعه، ما تقولي ليش باللي راكي دايرتها في كونجيلاتور. قلت له ايه ومن بعد كي نديرها لك في الكونجيلاتور واش راح يصرى؟ راك رايح تموت. انا قعدت نعيط ونهضر بطريقه غريبه ماشي كيما كنت نهضر معاه من قبل، بس قلقني. هو راح فتح الكونجلي ما صابو والو، فتح الفريكو وتم لقى صدمه حياته تستنى فيه، اقرع وصاشيات نتاع كونجيلاسيون معمرين بالشربه. تخيلوا لوستي كانت بروغرامات ودارت لي تقريبا 20 قسما طيب 20 جور. على بالكم هو قريب هبل ولا يخبط في هذاك الفريكو حتى كسرو. من بعد ضربني بزوج كفوف وتم قال لي راكي مطلقه، انتي ما راكي لا مرا تاع دار لا والو، كاين مراه ترى في الدنيا هذه كامل الطيب بالشربه قيس 20 يوم. قلت له ايه هذا اختك، اختك هي اللي لحقتني وين راني. المهم انا حكمت البورتابل تاعي وليت نعيط لها قبل ما نروح لدارنا، وقلت لها شوفي خوك راهو طلقني، طلقني على جال الشربه. قالت لي ايه وانا واش نعمل لك، راجلك ما يحبش الشربه كونجلي، علاش كونجليتيها له؟ قلت لها انت قنعتيني، انت هي سبابي. وليت نبكي ونسوغ، وهو قاعد في الصالون يسمع وضرب زوج يعايرني بالكلام ويقول لي يا عره النساء هذه قالت لك غير كلمه برك قنعاتك ترهجي فيا بالشربه الكونجلي، ما تحشميش على عرضك. يوم ما خلاش كلمه ماشي مليحه ما قالها ليش. حسيت باللي درت غلطه كبيره وكبيره، طلبت منه السماح وانا في الدار وهو يقول لي امشي خرج عليا من الدار ما رانيش حامل نشوف وجهك. ايه قبل ما ياذن المغرب عيطت لبابا، جداني من داري وهو مستغرب من راجلي واش عمل. ولا يقول لي كيفاش على جال الشربه يطلقك، وانا نقول له ايه يا بابا غير على جال الشربه. خرجت من تما نبكي الدموع نتاعي يسيلوا كل الويدان. عجوزتي وانا خارجه قالت لي واش كاين، راني سمعت صقا كبير. قلت لها ما كاين والو يما، كيفاش راكو حابين نقولها كونجليت له الشربه وطلقني على جالها؟ ايه اكيد ما نسترجيش نقول بيسك صح الشي اللي درتو ماشي بالسهل. رحت لدارنا وكي تلاقيت مع يما فهمتها القصه بالتفصيل بيسك بابا ما كان فاهم فيها حبه. يما قريب ما ضربتني قالت لي انتي مرانتي يا اخي راكي قاعده في الدار ما راكي خدامه ما راكي دايره والو في حياتك، علاش كونجليتي له الشربه وزيد طيبتي قازان كامل كنتي كيلوستك ما راكمش نسا. وانا نقول لك حلال فيك الطلاق وتستاهلي ما اكثر. وليت نبكي وقلت ايه هذه يما اللي ولدتني ما وقفتش معايا، علاش 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 دارت كيما هاك، كانت عندي اختي اكبر مني. على بالكم حتى هي سبتني وشبعتني ورواتني، قالت لي درك تعيطي لراجلك اطلبي منه السماح وقولي له بلي ما نزيدش نغلط وهذيك الشربه اللي راهي في الفريغو كامل ارميها ولا بعتيها للكلاب ياكلوها، هذا الا ذابت لهم باسكو الحال راهو بارد. وطرطقت بالضحك. على كل هي نحات لي شويه ضيقه الخاطر وقالت لي انا ما نتمنى لكش الشر يا اختي، بصح بيني وبينك انتي صح صح غلطتي. فوت هذيك الليله كحله وانا قاعده في دارنا غير نبكي وندعي لربي سبحانه، وقلت له يا ربي رجعهولي رجعهولي نعاود لا يمشملي ولادي مساكن ما رقدوش تانيك. بنتي الكبيره قعدت غير تبكي وتقول لي يا ماما يا ماما علاش درتي كيما هكا، انا كنت نشوف عفسه حمراء في الفريغو ما بصح ما على باليش بلي هذيك راهي شربه. اسو بوين الراجل صايم وتانيك راهم موفر لك دراهم يا ماما، هما كانوا يعرفوا شويه صلاحهم وعلى بالهم السبب اللي خلى زوجي يطلقني. فات هذاك النهار وزادوا فاتوا يومين وانا قاعده في بيت اهلي، ما حبيتش نعيط له ايه بس كنت حشمانه من الشي اللي عملته. في اخر المطاف قررت باش نطلب منه السماح. جا هذاك النهار اللي كان بعد الفطور بس على بالي بلي راجلي غلب رمضان، بعت له رساله وقلت له شوف اروح ديني ولادك توحشوك بزاف والغلطه اللي درتها ما راهيش رايحه تزيد تتعاود واختك هي اللي سبابي. حتى واش كتبت له؟ هو حاول رجع لي ميساج وقال لي بلي تقعدي في داركم حتى اللي تترباي. المهم انا وليت نبكي وقلت لاختي صاي صاي ما راهوش رايح يردني، السيد راهو شاحن، العفسه هذه مستحيل على جالها يطلقني، مستحيل على جالها يسمح في ولادو كامل. وهي تقول لي غير سكتي راجلك ترونكيل وعاقل، وانا ماشي مصدقه كلامها، عينيا تنفخوا بزاف من البكاء. المهم جويه العشرة تاع الليل راح صلى التراويح راجلي وجا مباشره بعدها لدارنا، احنا كنا نسهروا بزاف مع الوالدين وانا ما كنتش مبين لهم الضر نتاعي. مهم بابا غير يقول لي واش عيط عيط، وانا نقول له ايه راهو يبعث في لي ميساج بس بابا كان مريض مسكين ما كنتش نحب نقلقه غير يما برك اللي كنت نحكي لها. وتانيك اختي بعد التراويح
سمعنا طبطب في الباب. بابا راح فتح عادي، انتبهنا كامل باللي بابا ما ولاش، يعني كاين انسان راهو يهدر معاه. راجلي كان حشمان باش يدخل، قاعد يحكي له التفاصيل اللي كانت صرات. بابا تشوكا فيا، حتى هو شبعني وبهدلني قدام راجلي. المهم راجلي غير يضحك لتحت لتحت، وانا فقت له باللي سمح لي وجا باش يديني. وهذاك اللي كان طريق كامل وانا نضحك معاه، وقلت له كيفاش رميت عليا يا من طلق، والله العظيم ما راني مصدقه. قال لي ايه انا كنت مقلق بزاف، الله غالب. قلت له ايه الله غالب، اختك هي اللي قاتلي. قال لي اوف ما تعينيش، دركا ماشي ضربه زوج تقولي لي اختك اللي دارت واختك اللي صنعت، انت ماكيش طفله صغيره. مهم تناقشنا وقصرنا في نفس الوقت، وحبيت نقولكم نقطه باللي راجلي بعد ما دخلت لداري راح جاب امام وعاودنا درنا الفاتحه من جديد، بيسك علاش الطلاق متاعنا شكينا انه وقع. وحتى رجلي وكان مقلق وصايم وقعوا كلش، مي هكذاك وما يمنعش انه واحد ينحي الشك باليقين. ومن هذاك النهار انا تبت توبه نصح ووليت كل حاجه في بلاستها، رغم انه عندي ضغوطات بزاف بزاف من ناحيه ولادي القباح، ولا حتى هو اللي يجي كل دقيقه يقول لي هاي خصتك دا وعلاش ما درتيش هذيك. مي معليش راني مفوت حياتي والحمد لله، والغلطه اللي درتها مستحيل نعاود نديرها من جديد. بالنسبه للوستي على بالكم هذيك الشوربه الكونجلي كلاتها رمضان كومبلي كي هي كي راجلها، وما فاق لها ما والو. اصلا زوج نتاعها هادئ وهايل بزاف حسب واش حكات لي هي. انا ما تعاديتش مع اهل زوجي على جال هذا الشيء الحمد لله، انا هي السبا. ايه نقولها ونعاودها، ولازم اليوم البنات والنساء تاع هذا الوقت يدوا العبره من حكايتي. نقولكم اللي عندكم رجال كي حالتي انا مقلق وعصبي غير ما تبروفوكيهش بالهضره، بسكي يقدر يغلط فيك عادي وتلحقي الملاحق كبيره. ونصيحتي لاي امراه متزوجه ولا مقبله على الزواج الصبري، بسكي الدار ما راهيش رايحه تبنى بالساهل. وكيما تقول الام نتاعي لازم عليك تذوقي الملح وتذوقي السكر، هذيك هي بنت الحياه. وان شاء الله ربي يجعل السعاده في كل بيت. اصلا الكونجيلاتور راهو مش مليح، مضر بصحه الناس، لكن حنايا نكونجليو حوايجها مبينين وواضحين، يعني ماشي ماكله وشربه كيما درت انا. ان شاء الله تستعبروا من القصه نتاعي. في نفس الوقت نقول لك يا فلاس صحة رمضانك صحة عيدك، ونحبك بزاف 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 ونموت عليك، وجزاكي الله كل خير على كاع القصص اللي راكي تمديهم لنا. بس كان وحده من الناس راني نستفاد من اشياء ما كنتش نعرفها، باش هكذا نديروا حذرنا ونردوا بالنا على بناتنا وعلى اولادنا من اشياء بالك نحنا نكونوا دايرين في بالنا بلي عاديه.